ومحكي على الواقف على الواقف قوم بلا مزاح احكي كلمة كلمة حلوة ما بخصموم مسحة صغيرة مسحناها تمسح الهموم قوم يا قوم 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 كل قام على الواقف قوم بلا مزاح كلمة واقفة معنا عنا كلام مراية تعكس حقيقة بتسم وحلام بلا مزاح كلمة دقيقة جريئة بسمة تحكي مش نحنا يلي حكينا انت بتحكي عم تمزح شبعنا لا شبعنا عن لازم تنوح وناس تشكي مسحة صغيرة اسمحوا لنا فوق التكتير بلا مزاح قوم يا قوم 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 كل قام على الواقف قوم شي عالقان بأسانسير وشي بعجقة امزح مع غيري خد يمينك اوعى الجورة طلعت فجأة عالم راكبتي على المول وعالم عم تحضر فوتبول وحيتك عالفيسبوك صار اسمه وول نو واي قوم يا قوم 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 كل قام عالواقف قوم شو بعد يلا مشينا ولك يلا بلا مزاح زينة دكار أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بلا مزاح اليوم الحلقة عن الأطباء والمستشفيات ومعي بالحلقة جابي حوية ومن لوس أنجلوس LA ماري تيريز أبو داوود أنا ما عندي أي مشكلة مع الحكماء عن جد أجادهم تعلموا 15 سنة درسوا بقوا عيونهم اشتغلوا برافو عليهم أنا مشكلتي بالسال داتانت بتعرفوا السال داتانت قاعة الانتظار عند الحكيم بتوصلوا سرناتك أنت لهون تعبانة مطايق الساعة هيك 10 أشخاص ناطرين قبلي سكرتيرة بتحسيها موجودة لتقهرك كعب نافخة شفافة هي بكامل صحتها وانت كثير مضايقة دونزيل داكاش او مدام داكاش لا دونزيل داكاش دونزيل داكاش كون اول زيارة عند الحكيم بدنا نفتح لك فيشيه اليوم اوكي تفضلي انتبهوا الفيشيه قدام كل العشرة اللي قاعدين ناطرين دونزيل داكاش نعم انت بدك تقولي لي اذا عندك اي مرض لازم نحطه نحن وهيك هل عندك بالقلب دوازيل دكاش هل تاخذي حبوب اعصاب هل معك سكري ضغط انه اكيد اذا عندك اي شيء من هول ما حتقولي له لا انا بصراحه جاي بس لانه سعلي وهيك شكلك بتدخني بيفزوا كل اللي هونيك لا عن جد بتدخني انه شو دخن دخان ابدا ما انه منيح لازم ليك شو تبلشي تخففي دخان عصير الحكيم لازم تخففي دخان وانا بنصحك شربي زورات كل يوم عشي بتقومي الصبح ما بك شيء بتفوتي ما بتصدق في جي دورك عند الحكيم تطلع من عند الحكيم هي ناطرتك بشرفك شو قال لك اكيد مثل ما قلت لك لازم تخففي دخانك على فكره بتحسيها للسكرتيره غيرانه انه مين مفكر حاله يعني درس 15 سنه انه انا ما بتجربتي هون عرفتهم كلهم ضروري يبقوا عيوننا بس عن جد بحترم الحكماء عن جد دراستهم شغلهم لا شغلي عن جد بدنا هينه بس الشخص الوحيد ما بقدر افهمه حكيم السنين هيدا شو كان حلمه صغير بابا عبالي بس اكبر عذب الخليقه كلها ووجعها معقول شو صديق حكيم السنين طيب حكم السنين كلهم بينصحونا وبيرشدونا بليز ما تحكشوا سنينكم بأي آلة حادة انتو بتوصلوا عند حكيم السنين عوصلتكم تكونوا قاعدين بيجيب هو آلة حادة إلى شنجل شنجل شايفينه هيدا الشنجل بتقعد هيك ببلش هو يحكش لك بالسن يلي موجعك بصير انت تنزل نزول دوموزيل داكاش بليز ترجع لورا ايه اكيد اكيد يرجع بيحكيش لك بصير انت تزحتي نزول دوموزيل داكاش بليز ترجع لورا اكيد اكيد حكيم هون بتقولي خي خلصتي من هاي توصل الابره
الإبرة هالطول هدفها للإبرة إنه تقتل الوجع. هلا الغريب الحكمة الباقيين انتبهوا، الحكيم العادي بشكلك الإبرة بيسحبها، حكيم الأسنان تفنن بيرسم لوحة هو وعم شكل لك الإبرة. نعم مش بس هيك، لحظة بده يفتح حديث. شو أشغالك مؤخرا يا زينة؟ شو هيدا بلا مزح ما بلا مزح عم تصوريها اليوم؟ ها؟ هو كثير حلو هو انكشف الاي بي سي. شو قلتي؟ انكشف الاي بي سي، اي بي سي. ايه حلو حلو الاي بي سي كثير مهمة. وبينطر، لاحظوا بيقعد وبينطر حكيم السنين تياخد عليك البنج. انت كمان ناطرة تياخد عليك البنج. وإذ بيصير تحسي وجهك عم بينزل. شفتك اليمين نزلت أكثر، وجهك كله صار على رقبتك. حكيم حكيم خير البنج، باردون البنج بنج يا حاج البنج. شفتي نادي، سوري زينة ما سمعت. شفتي نادي نقول. اوكي زين، عارفين نبلش هون بيجيب الكومبريسور. كومبريسور وبيبلش. انت هون اوكي منك حاسه بشيء لدرجه انه عادي، اوكي كله عادي ناطره، لا يمكن احس يمكن لا ما احس. اوكي واذا بيغلط غلطه الحكيم بينزك غير مطرح. اي هلا الحكيم تا دائما يعود عن غلطه، انتبهوا له، هن بيكونوا نكزوكو غير مطرح. شو بيقولوا لنا؟ بليز بتمخمط. تفهمون انه في دم طالع من مطرح مش المزبوط. مخمد انت مش حاسس بشفتك اليمين يا جنجول؟ الكبايه بجرب تشرب بس تنزل الماي. عم تشرب ماي؟ وين البطوله؟ بليز ما تقرفوا، بس هيدا حكي علمي اللي عم بحكيكم اياه، انه بدك توصلي هالبزقه على هالكبينة الصغيرة اللي حاطينها. بتوقفي هيك منسيبها، العيون ما تبنى شو العيون ما تبنى منسيبها. البطولة الأكبر، حاولي أو حاولي ارجع من هون لهون وقص في خيط طويل من الكابينة الصغيرة لشفتك النزول. بتصير جاري تقول بس هي ما عم تقطوش، ترجع بتصير تنفخيها. ما بدها تقطوش، اخر تكتيك تستعملها بترجع بتصير ارفع الخيط ارفع. الحكيم اكيد عادي لإله بكمل شغله عادي، انت في شيء ملزق على وجهك بتخلص. واكيد هو الحلو انه لازم تدفع له للحكيم بعد هيدي كلها. ميرسي احكي مع هالبهدله، ميرسي كثير، ميرسي على القتله اللي اكلتها، ميرسي عن جد. يعني كيف واحد تتعب نفسيته عند الحكماء هيك؟ هلا نفسيتنا كمان بلبنان تتعب من كذا شغله، فكثير منا بيضطروا يروحوا عند طبيب نفساني. مش غلط تروح عند طبيب نفساني، غلط منه غلط. هلا انا مثلا كمعالجه بالدراما، دراما ثيرابي، ما دراما ثيرابي بالفورماسيون تبعنا قال تيعلمونا لازم نحن نمرق عند اربع علماء نفس. واضح؟ اربع علماء نفس. عملت اول مشوار، ثاني مشوار، كل واحد عنده فتره كذا، رابع حدا رحت لعنده مدام. بونجور. قلت لها بونجور. بتفوتك على اوضه بتقعدي. هي قاعده هونيك بوجهي. في بوكي ورد. بوكي ورد بالنص. مش شايفتها للمرة، قلت لها بونجور. هي بتكون قاعدة هيك. بونجور.
قلت لها سوري عن جد تاخرت، يمكن الموعد كان لازم يبلش 7. على فكره لازم تكون كثير دقيقين مع حكم النفس وهيك. قلت لها انه يمكن الموعد كان 7، انا وصلت 7:15 لانه كان الكهربجي عندي بالبيت وعم بيغيرنا الضوء وهيك. لحظه نسيت الاكسسوار شوي. خبريني عن بيتك. بيتي هو كان جراج، بيتي كان جراج حولته لبيت. هلا ما في حيطان، انه هيك مثل لافت، وحطيت فيه بارافونات. عرفتون بارافون؟ هيك خشبه بتحطيها بتقسم البيت على ذوقك مثل ما بدك. بارافون. زينة، شو بتخبي باللاوعي تبعك ورا هالبارافون؟ بخبي المجلة، المجلة بخبي المجلة. مجلة. زينة، بالسيمبوليك تبع المجلة، انت شو عم بتغسلي باللاوعي تبعك بهالمجلة؟ امبارحة غسلت فنجان قهوة، ركوة وصحنين. بتعرفي شو زينة؟ واضح انه انت ابدا منك مستعدة تعمقي بنفسك، انت حدا بعده كثير على السوبرفيسي تبع اكتشاف ذاته. فاليوم بدي استغل الحلقة وبدي جاوبها للمدام. مدام، إذا أنا عم بخبي ورا البارافون مجلة وبالمجلة عم بخبي الصحون، حضرتك شو مخبية ورا هالشتلة اللي حاطتيها بالنص؟ ضل احكيكي هيك وهيك، ليه يا مدام؟ بعدين شغلة هيك، أنت كثير بتحللي أشياء، أنا كثير بتشكرك، في هالراشيتا أعطيني إياها حكيم الأسنان. شو الدواء المخبى ورا خده للراشيتا؟ ثانك يو مدام، ثانك يو، ثانك يو إيفري ون، ثانك يو. شو بعد؟